بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معكم باشمهندس محمد عادل البطل. ده توتوريال رقم 7. بنتكلم النهارده عن الفليكسبل بيفمنت. بنتكلم عن انواع البيفمنت. بدينا انواع البيفمنت عندنا حاجتين، حاجه اسمها ريجيد بيفمنت وحاجه اسمها فليكسبل بيفمنت. اللي احنا هنهتم بيه اكتر او هنتكلم عنه النهارده الفليكسبل بيفمنت. ايه الفليكسبل بيفمنت ده؟ عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايه؟ الثلاث طبقات الموجودين دول. اول طبقه دي الويرنج سيرفيس. الويرنج سيرفيس دي طبقة ايه؟ الاسفلت نفسه. حلو. دي الطبقة اللي هي تبقى فوق على الطريق وانت ماشي على اي طريق، طبقة اسفلت او الزفت اللي هي بتبقى ايه موجودة على الطريق نفسه. بعد كده تحتيها طبقة البيز. البيز دي عبارة عن كراشد ستون، يعني عارف اللي هو ايه الحجارة وانت ماشي على الطريق بتلاقي بيجيبوا حجارة لونها ابيض كده، هي دي طبقة ايه؟ البيز، اسمها الاساس بالعربي. بعد كده في طبقة اسمها الصب بيز. الصب بيز دي زي تربة زلطية عادية، تمام، بحطها ايه تحت. بعد كده اخر حاجه اللي هي السب جريد. ايه السب جريد؟ السب جريد دي التربه اللي انا باسس عليها، اللي هو الطريق نفسه السويل بتاعته، هي دي السب جريد. بعد كده اللي هنا ده تعريف ليه لكل طبقه من دول، دي عباره عن ايه والكلام ده. بعد كده بنيجي نتكلم عن حاجه، خلينا نتكلم عن مبدا انجينيرال. انا هنا عايز اصمم طريق، عايز اصمم قطاع بتاع الرصيف في الطريق. يعني اصمم قطاع بتاع الرصيف في الطريق، يعني شايف الطبقة دي عايز اجيب السكنس اللي هو ده T1، والطبقة دي ليها سكنس مثلا T2 عايز اجيبه، والطبقة دي عايز اجيب السكنس بتاع اللي هو T3 بس. وانس ان انا جبت التلاتة سكنس دول خلاص انا كده ايه صممت الطريق. طب خلينا ببساطة كده دلوقتي، لو ان انا بصمم مبنى، فعندي عندك مثلا مبنى، عندك عمود، هتحسب اللود اللي جاي على العمود وتشوف الاستريس اللي العمود ده يقدر يشيله وعلى اساسه هتصمم العمود. لما بيكون عندي طريق حاجة بالمنظر ده، هل القصة دي اقدر اعملها او القصة دي فالت؟ لا، الموضوع مختلف شوية. الموضوع عامل ازاي دلوقتي؟ احنا عندنا حاجتين. اول حاجة انت الاستريس بتاع العمود مثلا ده كنا بنقول 0.35 اف سي يو في اريا كونكريت والكلام ده، بتجيب الاستريس بتاعه اللي يقدر يتحمله. احنا عندنا كل طبقة من دول ليها ستريس سترينس. السترينس ده بنعبر عنه ايه؟ ستراكشر نمبر. يعني ستراكشر نمبر 1 اللي هو في الحتة دي، ده بيعبر عن ايه؟ قوة طبقة الويلينج سيرفيس دي اللي هي الطبقة دي الاسفلت اللي فوق. ستراكشر نمبر 2 ده بيعبر عن قوة طبقة من النقطة دي لحد فوق، يعني قوة طبقة البيز وقوة طبقة الويلينج سيرفيس. ستراكشر نمبر 3 ده عند النقطة دي ده بيعبر عن قوة السب جريد وقوة طبقة البيز وقوة ايه الويلينج سيرفيس. طب خلاص، طب انا كده من الكلام ده عرفت ان الستراكشر نمبر ده اللي هو السترينث بتاع كل طبقة من دول. طب اللود اللي جاي، احنا لما بنيجي بنصمم مبنى كنا مثلا بنشوف الاريا دي اللي جاي، ولا دي مثلا ده العمود، كنت بشوف الترابيتري اريا اللي العمود ده شايلها واجيب اللود ده وعلى اساسه اصمم. لا، احنا عندنا هنا الموضوع مختلف شويه. مختلف ازاي؟ ان انا دلوقتي عندي طريق، تمام، وعندي الطريق ده عليه عربيات ماشيه، تمام. احنا بنصمم من الرصيف وليكن اخد قطاع كده بحاجه اسمها نمبر اوف لود ريبيتيشن. يعني ايه نمبر اوف لود ريبيتيشن؟ يعني بعدد تكرار اللود، يعني الحمل ده هيتكرر كام مره، تمام. بعد كده بنتكلم عن احنا دلوقتي عشان نعمل ديزاين في شويه كونسيدريشن هنتكلم ايه عنهم بالراحه كده. خد بالك بس من نقطه، انا هنا قلت لك نمبر اوف لود ريبيتيشن. هل العربيات اللي ماشيه على الطريق دول كلهم ليهم نفس الوزن؟ لا، العربيات دي مختلفه. فبالتالي قال لك خلاص احنا هناخد حاجه اسمها هنصمم اي عربيه بناء على المحور بتاعها. يعني ايه المحور بتاعها؟ يعني العربيه فيها محورين، ده اسمه اكسل وده اكسل. العربيه دي احنا بنبص لنص العربيه، فعربيه زي دي اسمها سنجل اكسل فيها محور واحد. انا هشوف وزن المحور ده بتاع كل عربيه، وعلى اساس وزن المحور ده هبتدي اصمم ايه؟ اصمم هجيب هو المحور ده عدى كام مره وكان وزن المحور ده قد ايه. فبالتالي انا جبت ايه اللود اللي جاي على ايه طبقه الرصيف دي. هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل. عندنا شويه حاجات في الديزاين كونفدريشن حابه هتاخد عنهم معلومه، وفي الاخر هجمع لك الحاجات دي كلها مع بعض. عندنا حاجه اسمها بيفمنت بيرفورمانس اللي هو بي اس اي. ايه البي اس اي ده؟ بيقول لك على حاجه اسمها بريزنت سيرفيسابيلتي اندكس. ايه البريزنت سيرفيسابيلتي اندكس دي؟ دي بتعبر لك عن البيفمنت البيرفورمانس بتاع الطريق نفسه. طب يعني ايه البيرفورمانس بتاع الطريق نفسه؟ بتعبر لك عن مدى كفاءة الطريق، يعني مدى كفاءة الرصيف اللي عندك. عندنا حاجة اسمها بي اي، دي كفاءة الطريق او البرفورمانس اول ما عملت الطريق، والبي تي ده بعد ايه؟ بعد فترة. تخلينا نيجي مثلا نتخيل كده، لو انا هرسم كيرف ما بين التايم وهنا
البرفورمانس بتاع الطريق. في الاول انا كنت عند بي اي، البرفورمانس كان عالي جدا اول ما عملت الطريق. مع الوقت البرفورمانس ده بيبتدي يقل 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 لحد ما يوصل عند النقطه دي، النقطه دي اسمها بي تي. بي تي ده ايه؟ البرفورمانس بعد فتره. طب وانس ان هو نزل كده، لو انت جيت عملت صيانه هيطلع تاني بعد كده يبتدي ينزل. جيت عملت الصيانه يطلع وبعد كده ايه يبتدي ينزل. اهم حاجه يهمني ان البي اي دي البرفورمانس اول ما عملت الطريق، والبي تي ده البرفورمانس بعد فتره. قال لك ايه؟ قال لك البي اس اي اللي هو البريزنت سيرفيسابيلتي اندكس ده بيساوي البي اي ماينس البي تي. البي اي دي ليها رينج والبي تي دي رينج، لو مش جيفن بناخد البي اي ب 4.2 وبناخد البي تي ب 2.5. لو طرحت 4.2 ماينس 2.5 هيديك 1.7، فدايما بي اس اي لو جيفن الاثنين فاقول البي اي ماينس بي تي، لو مش جيفن هاخدها ب 1.7. بعد كده عندنا الترافيك. انا بنتكلم ان احنا اتفقنا ان احنا هنصمم الطريق على حسب تكرار اللود بتاع المحور. يعني وليكن خلينا ناخد عربية زي دي مثلا، وهاخد الاكسل اللي موجود ده، وده سنجل اكسل. هل كل العربيات المحاور بتاعتها نفس الويت؟ قال لك لا، المحاور مختلفة. فخلاص قال لك ايه؟ قال لك احنا هناخد حاجة اسمها equivalent single axial load. ايه equivalent single axial load ده؟ ده زي محور قياسي. طب المحور القياسي ده قيمته كام؟ 18 كبس. 18 كبس اللي هو 18000 باوند. قال لك خلاص المحور ده قياسي. يعني ايه المحور ده قياسي؟ يعني انا لو معدي عندي مثلا عربيات، تخيل ان ده الطريق وانا اقف اعمل ريكوردنج على السكشن، لقيت مثلا عدى 18 عربية، المحور بتاع كل 18 اكسل محور، والمحور بتاع كل عربية مثلا ب 20 كبس، وعدى 20 عربية المحور بتاعها ب 18 كبس، وعدى مثلا 25 عربية المحور بتاعها وزنه كذا، كل وزن محور من دول. قال لك ايه؟ قال لك انت مش هنقعد بقى نمسك كل عربيه ونشوف وزن المحور والكلام ده. قال لك لا، احنا عندنا هناخد حاجه اسمها محور قياسي اللي هو ايه ب 18 كبس، وهنسب بقيه الحاجات ليه. بمعنى ان لو الاكسل اللي موجود عندك ده هو ب 20 كبس وزنه، فخلاص انا هجيب حاجه اسمها ايكويفالنت فاكتور، اشوف ال 20 كبس دي ايكويفالنت لقد ايه لكام محور قياسي اللي هو قيمته 18 ايه كبس. عندنا كذا حاجه، عندنا كذا نوع. عندنا السنجل اكسل. السنجل اكسل ده اللي هو عربية ليها ايه محور ايه واحد بس، حاجة بالمنظر ده. عندنا حاجة اسمها سنجل اكسل وذ دول تايرز، ان في تايرز هنا وتايرز هنا. وعندنا حاجة اسمها بعد كده ايه تاندم اكسل. ايه التاندم اكسل ده؟ دي اللي هي العربيات اللي ايه النقل نفسها. يعني لو عربية نقل مثلا بتلاقي ان ليها محورين ورا كده ومحورين قدام، فانت لما تيجي تاخد نص العربية هتلاقي ان نص العربية نفسه ايه في جواه محورين جواه، نص العربيه ده في محورين، فبنسميها تاندم اكسل. او ممكن تلاقي في عربيات برضو بره مصر تلاقي ان هنا في ثلاث محاور، فده اسمه ايه تريبل اكسل. بعد كده في تاندم اكسل ويز ايه ويز دول تايرز. طب جميل. طب الكلام ده افرض ان انا عندي لود ب 18 ب 20 كبس، عايز اعرف هو ايكويفالنت قد ايه 18 كبس. يعني عايز اعرف ده ايكويفالنت لكام، كام من اللود القياسي اللي موجود عندي. قال لك من الجدول ده، الجدول ده تلاقي مكتوب عندنا خد بالك من حاجتين، ده سنجل اكسل، دي اهم حاجه تاخد بالك منها. مبدئيا انت بيديك بيفمنت ستراكشر نمبر، البيفمنت ستراكشر نمبر ده يا اما هدولك جيفن في السؤال، ما ادتهولكش هناخده بخمسه دايما. طب خلاص انا معايا الاستراكشر نمبر، معاك الايه اكسل لود. لو الاكسل لود ده مثلا ب 20 هتدخل وستراكشر نمبر بخمسه هتلاقي 1.51، ده الايكوفلنت فاكتور. هتلاحظ ان عند ال 18 هو مفيش تصحيح، يعني شايف كلها بواحد، شايف كل الارقام بواحد. عند ايه 18 جبس؟ 18 ده القياسي اللي انا بقيس عليه، فاقل منه هتلاقي بوينت حاجه واعلى منه هتلاقي 1 بوينت كذا وطالع، لان ده القياسي بتاعي. انا بحول كل اللودز اللي موجود عندي لمحور قياسي بشوف هي كام 18 ايه جبس. بعد كده ده تاني جدول. الجدول ده هو اللي فات، بس كل الفرق ان ده لو في حاله ان انت تاندم اكسلز، يعني الاولانيه كان سنجل اكسل، الثانيه دي تاندم اكسل اتنين اكسلز ورا. وتالت جدول ده لو انا ايه تريبل اكسلز، ده لو في تلاتة اي اكسلز قدام برضه نفس الكلام، ده الاستراكشر نمبر وده الاكسل ايه لود. جميل. بعد كده بنتكلم عن حاجه اسمها سب جريد. بالراحه كده، ايه السب جريد؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان طبقات التربه اول واحده هي الويرنج سيرفيس، الثانيه البيز، والثالثه السب بيز، والرابعه الايه السب جريد. حلو. السب جريد دي اللي هي التربه نفسها، السويل اللي موجوده نفسها. هل السويل اللي انا هصمم عليها نفسها دي مش ليها سترينث بتقدر تتحمله؟ جميل. طب السترينث ده اعرفه منين؟ قال لك بنعرفه عن طريق حاجه اسمها السي بي ار. حلو.
السي بي ار ده تيست بعمله اسمه كاليفورنيا بيرنج ريشيو. ما يهمناش الموضوع ده، بس كل يهمك ان انا هديك في السؤال هقول لك السي بي ار ده وليكن ب 8، فانت لو لقيت السي بي ار ده اصغر من 10 هتقول ان الام ريزيلينت ب 1500 في السي بي ار. طب ايه الام ريزيلينت؟ الام ريزيلينت ده اسمه ريزيلينت مودولس، وده بيعبر لي عن قوة تحمل الطبقة دي. يعني أي طبقة من دول قوة تحملها بنعبر عنها عن طريق الـ ME resilient، الـ resilient models. فهتقول أنا مثلا اديتك الـ CBR، وليكن الـ CBR ب 8، فده أقل من 10، فخلاص يبقى الـ ME resilient 1500 في 8. طب افرض الـ CBR أكبر مثلا من 10، فهتبقى 3000 في الـ CBR E بار 0.5. دي هتعرفها منين؟ عن طريق الـ CBR، سواء هو أقل أو إيه أو أكبر. بعدين عندنا حاجة اسمها materials of construction. ايه materials of construction دي؟ بالراحة كده كل طبقة من دول ليها quality. يعني انا عايز اعرف مثلا quality بتاع جودة الطبقة دي او جودة الطبقة دي او جودة الطبقة دي، اعرفها منين؟ جودة اول طبقة اسمها A1، التانية A2، التالتة A3. طب جودة الطبقات دي اعرفها عن طريق ايه؟ قال لك عن طريق ان انت لو معاك ال M resilient بتاع كل طبقة من دول هنعرف نجيب ال A. ال A ايه الـ A ده؟ ده اسمه layer coefficient، اللي هو بيعبر لي عن ايه؟ الـ coefficient بتاع الـ quality بتاع كل layer من دول. يعني لو معايا الـ MR اقدر اجيب الـ A1 والـ A2 والـ A والـ A3. طب دول اجيبهم ازاي؟ عندك اول chart هنا، ده ايه؟ ده for asphalt concrete. ايه الـ asphalt concrete؟ اللي هي ايه؟ A1 اول طبقة فوق، هتلاقي هنا مكتوب لك برضو ان ده ايه؟ ده A1. هندخل هنا بالـ ايه؟ بالـ elastic modulus او الـ resilient modulus، وليكن هو ب 350000. ادخل اخبط في الكيرف، ادخل كده اجيب رقم او بوينت مثلا 38. كده انا عرفت الاي 1 قيمتها بكذا. طب تعالى، طب انت كده من هنا جبت الام الاي 1. طب الاي 2 والاي 3، الاي 2 اللي هي بتاعت تاني طبقه اللي هي بتاعت البيز، هتلاقي هنا كاتب لك ان دي بتاعت البيز لاير، وكاتب لك هنا ان اي 2. خلاص هتدخل بالريزيلينت مودلس اللي هو هنا 20 في 1000، اللي هو 20000، هنا لو 25000 هنا 30000، وليكن الريزيلينت مودلس ب 28000. هتيجي هنا تمشي كده لحد ما تخبط هنا في رقم ده 0.12، يبقى دي تقريبا 0.13. كده انت عرفت ايه؟ ال E2 اللي هو ايه؟ ال layer coefficient. طب جميل، طب تعالى ناخد ال A3. هناخد ال A3، هنطلع ال A3 ازاي؟ نفس القصة ال resilient model. انت عندك ال sub base، انا كده خلصت ال base، باقي ال sub base. ال sub base وليكن ال modulus of elasticity مثلا هو ب 17000، وليكن ال 17000 دي هنا هتمشي كده تخبط هتلاقي هنا رقم، الرقم اللي طالع ده اللي هو الاي 3. تمام، احنا ممكن ندخل دايما ده برضو بتاع السب بيس ده اللي هو الاي 3، ممكن اجيبهم عن طريق الريزيلينت مودلس اللي هنا. وهتلاحظ هنا السي بي ار، لو انا اديتك السي بي ار تدخل بالسي بي ار تجيب الرقم، لو اديتك الريزيلينت مودلس تدخل بالريزيلينت مودلس تجيب الرقم. حلو كده احنا جبنا ايه؟ الثلاثه لير، ايه الثلاثه لير كوفيشنت اللي هو اي 1 واي 2 واي 3. عندنا حاجة هنا اسمها ايه؟ لو ال resilient modulus varying. يعني ايه لو ال resilient modulus varying؟ هي دي حتة أصعب شوية. إن بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو إن أنت لو في water content في specific period، في فترة معينة من الوقت، فنتيجة وجود ال water content ده ونتيجة تغير الجو، ال MR resilient modulus مش هيبقى ثابت طول السنة، هيبقى متغير. طب هو لو متغير هنعمل ايه؟ قال لك خلاص انا هديك مثلا الشهور اللي هو فيها، وليكن قلت لك شهر فبراير وشهر ابريل وشهر جون وشهر جولاي. هنيجي نجمع الايكوفلنت فاكتور، هتاخد ده زائد ده زائد ده زائد ده بتاع كل شهر من دول. كده انت جبت معاك 4 ايكوفلنت فاكتور. هتجيب سبمشن ايكوفلنت فاكتور اللي هو ده بلس ده بلس ده بلس ده، وتقسمهم على عدد الشهور 1 2 3 4 على 4، هيديك رقم وليكن الرقم ده 0.133. هنيجي ندخل هنا هتلاحظ ان هنا ده الرقم ده ب5، بعد كده الشرطة الكبيرة اللي بعده ب4، هنا 3، هنا 2، هنا 1، وايه كل ما تطلع يقل. طب ال 0.133 دي هنا ايه؟ 0.1، هنا دي 0.2، 0.3، 0.4، هنا 0.5. يعني هنا 0.1 وهنا 0.2. ال 0.13 مثلا اللي هو تقريبا الشرطة من دول هتبقى ب2، فهنا ايه؟ 0.13 تقريبا، هنا ما بين 0.12 و 0.14، هنا تقريبا 0.13. طب خلاص انا عرفت ايه الدامج، ريلاتيف دامج اللي هو ايه؟ 0.13 هنا. طب عايزين نجيب الافكتيف ريزيلينت مودولس، هنا 1 2 3 4 5. طب وهنا من 5 ل 10 يبقى الواحد ايه؟ 1 برضه، هنا 5 يبقى هنا 6، هنا 7، هنا دي 7.1.
كده انا عرفت ايه الافكتيفلي ريزيلينت موديل 7.A1. ولاحظ ان الرقم ده مضروب في 10 اس 3 في اي 10 اس 3. تمام. بعد كده بنتكلم عن حاجه هي المواضيع يعني ملخبطه، هلمها في الاخر كلها ايه لما نيجي ندخل في المساله. بعد كده عندنا الدرينج. ايه الدرينج؟ بيقول لك ان كل طبقه من دول بيبقى ليها بروزيتي، ان هي بتمتص كميه ميه. طب الدرينج دي نعرفها منين؟ مبدئيا احنا عندنا 3 طبقات، اول طبقه دي بتبقى غير منفذه للميه، فالام بتاعت الدرينج بتاعتها اللي هي ام 1 دي دايما باخدها بواحد. طب الام 2 بتاعت تاني طبقه والام 3 بتاعت تالت طبقه دول بحسبهم. طب هنحسبهم ازاي؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده على حسب الووتر ريموفد وزن. لو الووتر ريموفد وزن 2 اورز او 1 دي او 1 ويك او 1 مانث، انا هديك حاجه من دول. وليكن قلت لك ان هي ووتر ريموفد وزن 1 ويك، عرفت ان انت الكواليتي بتاعت الدرينج فير. طب عرفت ان الكواليتي بتاعت الدرينج فير، هتدخل هنا بالفير وانا هبقى مديك الساتوريشن، وليكن الساتوريشن ب 20%. هنا ده الموستشر ليفل او الساتوريشن، هنا لو اقل من 1، هنا من 1 لـ 5، هنا من 5 لـ 20، وليكن انا اديتهولك 20% هتدخل، هيبقى الام 2 والام 3 برقم ما بين دول، ما بين 0.8 و1، وليكن هتاخدهم ب 0.9، يبقى الام 2 بتاع تاني طبقه بيساوي الام 3 بتاع تالت طبقه بيساوي ايه؟ 0.9. طب افرض ان انا ما اديكش حاجه من الكلام ده، افرض دول بواحد، ودايما الام 1 بواحد لان هي نون ايه؟ بورس، هي غير منفذه للميه اصلا. بعد كده عندنا حاجه اسمها الريلايبيليتي. ايه الريلايبيليتي دي؟ مدى ثقتي في النتائج، مدى ثقتي في النتائج او الداتا اللي انت جمعتها على الطريق. طب دي هتعرفها منين؟ عن طريق لو الطريق اربن او رولر، ونوعيه الطريق انا هديلك لوكال ولا كولكتور او الكلام ده، وليكن طلع ما بين 80 و95 هتاخد رقم ما بينهم. طب الكلام ده لو نوت جيفن هنفرضها ب 90 او ب 95%. طب في حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن، دي دايما اخدها ايه؟ دي بتكون ما بين 0.4 ل 0.5، دي دايما اخدها ب 0.45. السمري بقى، تعالى ايه ناخد السمري. السمري دي شويه الستبس اللي احنا المفروض نمشي عليهم، ان انت هتطلع الدي 1 والدي 2 والدي 3 اللي هو السيكنس بتاع كل لير. خليني نعمل سمري احنا هنا بسيط كده. السويل عامه ادي ده الطبقه الثانيه الثالثه، دول الثلاث طبقات اللي موجوده عندك، دي السب جريد تمام، وديت السب بيز، وديت البيز، ودوت الويرنج سيرفيس. ايه اللي انا عايز اجيبه ببساطه؟ انا عايز اجيب لكل طبقه من دي التي 1. تي 1 ده اللي هو السيكنس، بنسميها اما تي 1 او دي 1، هي دي او تي نفس الحاجه، ممكن نسميها دي او تي. عايز اجيب هنا تي 1، هنا عايز اجيب تي 2، هنا عايز اجيب تي 3. طب وايه تاني؟ كل طبقه من دول ليها سيكنس تمام، وليها ام 1 اللي هو ايه؟ كوفيشنت اوف ذا رينج، وليها اي 1 اللي هو ايه؟ اللير كوفيشنت اللي بيعبر لي عن الكواليتي بتاع اللير، ودي ليها ام 2 واي 2، وديت ليها ام 3 واي 3. وكل طبقه من دول قلنا السترينث بتاعها، هنا في حاجه اسمها ستراكشر نمبر 1، هنا في حاجه اسمها ستراكشر نمبر 2، هنا في حاجه اسمها ستراكشر نمبر 3. طب ايه الموضوع ببساطه؟ الموضوع ببساطه وليكن ان انا هعرف اجيب كل ستراكشر نمبر، يعني انا هعرف اجيب ستراكشر نمبر 1 وستراكشر نمبر 2 وستراكشر نمبر 3. طب ايه اللي انا هعمله؟ ستراكشر نمبر 1 هيساوي ايه؟ هيساوي اي 1 في ام 1 في تي 1. ستراكشر نمبر 1 معايا الاي اللي هي الكوفيشنت معايا، الدرينج كوفيشنت معايا، يبقى باقي تي 1 نعرف نجيب تي 1 صح؟ اعرف احسبها. طب ستراكشر نمبر 2 ده هيساوي اي 1 ام 1 تي 1 زائد اي 2 ام 2 تي 2 تمام؟ جميل. طب structure number 2 معايا حسبته، والاي والام والتي كده كده حسبتها من اول خطوه. طب الاي 2 والام 2 برضه اعرف احسبها، يبقى هي تبقى لي تي 2، نعرف نحسب تي 2 كده جبت تاني سيكنس. طب structure number 3 دوت هيساوي برضه اي 1 ام 1 تي 1 زائد اي 2 ام 2 تي 2 زائد اي 3 ام 3 تي 3. ده كل ده معايا وكل ده معايا، والاي 3 والام 3 معايا، تبقى تي 3 والستراكشر نمبر سي معايا، كل اللي متبقي التيات. احنا اتكلمنا في اللي انا شرحته في الاول، ازاي نحسب الايهات وازاي نحسب الامات، يتبقى الستراكشر نمبرز. طب تعالى اوريك بقى بنحسب ازاي الستراكشر نمبر بالراحه كده. الريلايبيليتي وليكن الريلايبيليتي ب 95% هو مديها لي او انا فرضتها. الستاندرد ديفيشن ب 0.45، هنا 0.4، هنا 0.5،
جيت وصلت عند النقطة دي. بعد كده الايكوفلنت سنجل اكسل لود هم بيدولك في المسألة، هتلاحظ كل الارقام دي بالمليونز، فده 1 مليون، هو ليكن هنا بخمسة مليون، فانا جيت عند 5 مليون وخبطت وصلت هنا. بمجرد ما وصلت هنا في حاجة اسمها resilient ايه modulus. ايه بقى resilient modulus؟ تعالى ايه نرجع كده. لو انت بتحسب structure number واحد هتاخد ال m resilient بتاعت الطبقة اللي تحتها اللي هي بتاعت البيز. لو بتحسب structure number اتنين هتاخد ال m resilient بتاعت الطبقة لوحدها بتاعت السب بيز، ولو انت بتحسب structure number تلاتة هتاخد ال m resilient بتاعت الطبقة اللي تحتها اللي هي السب بيز. جميل. طب هاخد ال m resilient بتاع البيز وليكن دي ب 20,000، فهتيجي هنا خلاص هنا دي الارقام دي كلها ان 1000، فهنا ايه دي ال 20,000. هتيجي بمجرد ما خبطت كده هتروح مكمل كده خابط عند ال 20,000 هنا تقريبا ومكمل. جيت هنا الارقام الموجوده دي الجرافات الموجوده دي البي اس اي. ايه البي اس اي؟ اللي هو البريزنت سيرفيسابيلتي اندكس، وليكن ده بواحد ونص، ده اللاين ده 0.05، ده بواحد، ده واحد ونص، ده اتنين، ده تلاته، وليكن هو بواحد ونص، ادي ده اللاين بتاع الواحد ونص. هتكمل لحد ما تخبط في اللاين بتاع الواحد ونص وتروح نازل. طب نزلت هنا ده ستراكشر نمبر، هنا بواحد، هنا واحد ونص، هنا اتنين، اتنين ونص، هنا تلاتة، تقريبا ايه 3.4. كده انت طلعت ستراكشر نمبر ايه اللي هو 3.4. ده ستراكشر نمبر بتاع انهي لاير؟ ده ستراكشر نمبر واحد، لان انا واخد الام ريزيلينت بتاع البيز. طب لو خدت الام ريزيلينت بتاع السب بيز تطلع ستراكشر نمبر 2، يعني يكون ستراكشر نمبر 2 مثلا ب 40,000. حلو. اللي هو الام ريزيلينت بتاعت ايه بتاعت السب بيز ب 40,000. هتيجي تروح من النقطه دي وعامل كده وداخل ونازل وجايب رقم، وستراكشر نمبر 3 نفس القصه. بعد كده عندنا حاجه اخيره، ايه هي؟ قال لك انت بناء على الكوفلنت سنجل اكسل لود تقدر تجيب المينيمم سيكنس بتاع كل لير الاسفلت كونكريت، وليكن مثلا الايكوفلنت سنجل اكسل لود ب 2 مليون، فهنا من 500,000 2 مليون، يبقى ما يقلش عن 3 انش الاسفلت، وطبقات البيز والصب بيز ما تقلش عن 6 انش. تعالى بقى ناخد مساله نشوف الدنيا فيها ايه. بيقول لك افليكسبل بيفمنت فور ا تو لين هاي واي، الطريق 3.6 متر اللينز، هاي واي از تو بي ديزايند يوزنج ذا اش تو بروسيجر تو كاري ا ديزاين ايكوفلنت سنجل اكسل لود اوف 2 تايمز 10 تو ذا باور 6. The pavement structure will be exposed to moisture level approaching saturation 20%. هيبقى معرض ل moisture level و saturation 20% of the time. And it will take about 1 week to drain. لو تلاحظ الكلام ده 1 week to drain دي عشان تجيب الكواليتي بتاع الدرينج، عشان تعرف تحسب الإمات. CBR of the subgrade is material is 7. السبجريد ال CBR بتاعتها بسبعة، نعرف نحسب لها resilient modulus. سي بي ار اوف ذا بيز اند سب بيز ار 70 و22، والام resilient فور اسفلت تو كونكريت بيز اند سب بيز، الاولاني الام resilient بتاعت الايه بتاعت الاسفلت كونكريت ب 450,000، بتاعت البيز ب 28,000، بتاعت السب بيز ب 13,500. طب ايه اللي احنا عايزينه هنا؟ عايزين نصمم الطريق، فعايز تجيب كل ايه كل لير الثيكنس بتاعتها. طب تعالى ايه هنجيب لكل لير الثيكنس بتاعتها براحة كده، عايزك عن طريق الاش تو بروسيدجر تعمل له ديزاين للطريق. تعالى اول حاجه دلوقتي تعالى نجيب اللير كوفيشنت. اول طبقه اللي هي الويننج سيرفيس اللي هي اي 1، عشان تجيب الاي 1 عايز الام ريزيلينت بتاعت الطبقه دي اللي هي الاسفلت كونكريت. هنا الام ريزيلينت ب 450,000، تيجي هنا ده 400، هنا 450,000، هطلع اخبط في الكيرف اجيب رقم. الرقم ده قيمته كام؟ 0.45، هنا تقريبا 0.44. طب خلاص كده جبت اي 1. طب تعالى نكمل. جميل. طب عايز تجيب الاي 2، الاي 2 وكام اصلا قيمه الام ريزيلينت بتاعت البيز؟ كان ب 28,000 اللي انا كنت مديه في السؤال. ثانية اتأكد بس. التاني ده ب 28,000، خلاص هندخل بال 28,000. هنا دي 25، كل الارقام دي مضروبة في 1000، هنا 25 تعتبر 25,000، هنا تقريبا 28,000. هندخل بالرقم وامشي 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 لحد ما اخبط هنا. هتجيب ايه؟ هتجيب ال A2، هتطلع هنا 0.12، هنا تقريبا 0.13. طب تعالى نحسب ال M resilient لتالت طبقة. تالت طبقة نحسب ال M resilient عن طريق ال ايه انا معايا ال M resilient بتاع تالت طبقة اللي هو الصب بيز ب 13,500، هنا 13,000، هنا 13,500، دخلت بيها جبت الرقم اللي هو طالع ايه 0.1، ده ال A3. او ممكن ادخل عن طريق السي بي ار، السي بي ار بتاعت التالت طبقة دي بتاعت السب جريد ب 22، هنا 20، هنا 22، ادخل اجيب الايه الاسري. هي ايه هي.
بعد كده بنتكلم عن انا مديك السي بي ار بتاعت السب جريد ب7، قلنا لو هي اقل من 10 هتبقى الام ريزيلينت عباره عن 1500 في السي بي ار، ضربت 1500 في السي بي ار جبت الام ريزيلينت بتاعت السب جريد. طب بعد كده ايه؟ كده انا حسبت الايهات كلها. طب تعالى نحسب الامات. هو بيقول لك ووتر ريموفد وذين 1 ويك يبقى دي فير. طب عرفت ان هي فير ومديك الساتوريشن ب 20%، فانت فير مع هنا من 5 ل 20% يديك الامات من 0.8 ل 1. انا هنا خدتها بكام؟ خدتها ب 0.85 اللي هي الام 2 والام 3، واتفقنا ان دايما ام 1 ب 1 لان دي نان بورس. طب بعد كده، طب خلاص انت كده حسبت الايهات والامات، باقي نحسب ايه؟ باقي ان احنا نحسب الاستراكشر نمبر. تعال نحسب الاستراكشر نمبر. الريلايبيليتي مش معايا، فرضتها ب 95%، ستاندرد ديفيشن فرضت 0.45 ثابت، الايكوفلنت سنجل اكسل لود هو معايا ب 2 × 10 أس 6. بعد كده الام ريزيلينت بتاعت البيز معايا. طب اشمعنى الام ريزيلينت بتاعت البيز؟ لو تفتكر ان انت اشمعنى انا خدت الام، يعني ليه بقول الام ريزيلينت؟ احنا دايما عشان نجيب كل ستراكشر نمبر بتاخد الام ريزيلينت بتاع الطبقه اللي تحتيه، بمعنى عشان اجيب ستراكشر نمبر 1 باخد الام ريزيلينت بتاع البيز، عشان اجيب ستراكشر نمبر 2 باخد الام ريزيلينت بتاع السب بيز، عشان اخد ستراكشر نمبر 3 بجيب الام ريزيلينت بتاع السب جريد. طب انا هنا عايز اجيب ستراكشر نمبر ايه؟ 1، فاخدت الام ريزيلينت بتاعت البيز. طب تعالى نكمل. لما هنا خدت الام ريزيلينت بتاع البيز معايا والدلتا بي اس اي ب 1 اي 0.7، دي اتفقنا عليها الارقام ثابته 4.2 ماينس 2.5، الريلايبيليتي هنا 90 هنا 95%، ستاندرد ديفيشن هنا 0.4 هنا 0.5 هنا 0.45، فعملت ايه اللاين ده. طب بعد كده الايكوفلنت سنجل اكسل لود ب 2 × 10 أس 6، هنا 1 هنا دي 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5، يعني فين الاثنين؟ هنا 1 هنا الشرطه الكبيره اللي بعدها هنا ب 2 اللي هي دي، رحت موصل اهو عند ايه؟ عند 2 مليون، ما هو ده الارقام دي بالمليون، وصلت كده وصلت هنا. الام ريزيدنت ب 28000 هنا 20 هنا الشرطه الكبيره اللي بعدها ب 30 ودي 40، يعني هنا 20 هنا 30 هنا 40، انا 28000 يعني انا تقريبا هنا، رحت موصل ايه؟ لاين هنا دخل كده. بعد كده دلتا بي اس اي ب 1.7 هنا 1.5 هنا 2 تقريبا 1.7 ده لاين ما بينهم، كملت بيه كده، هخبط ايه؟ هدخل هخبط تقريبا كلهم قريبين من بعض، دخلت خبطت هنا تقريبا عند يعتبر عند اللاين ونزلت هنا ستراكشر هنا ب 1 هنا ب 2 هنا 2.5 دي تقريبا ايه؟ 2.8. عرفت ان ستراكشر نمبر 1 ب 2.8. طب جميل، طب ستراكشر نمبر 1 ب 2.8، ستراكشر نمبر 1 بيساوي ايه؟ 1 في تي 1 او دي 1 في ام 1، ام 1 دي دايما ايه؟ كومتها ب 1، والايه معايا؟ ستراكشر نمبر 1 معايا اللي انا لسه جايبها 2.8، يبقى المجهول عندي الدي 1. جبت الدي 1 هعمل لها راوند لاقرب نص انش، هي طالعه ب 6.36 فخليتها ايه؟ 6.5 انش. جميل، طب عايز اشيك مع المينيمم، انا هنا من 500000 ل 2 مليون، لا المفروض هنا فوق، ودي اسفلت كونكريت فالمفروض ما يقلش عن 3 انش، دي المفروض ملخبطه، المفروض الرقم ده يبقى ايه اللي فوق هنا سنة. طب جميل، طب انا كده خلاص، طب خلصت دي. طب بعد كده تعالى ندخل ايه على الايه؟ البيز. الام ريزيلينت بتاع البيز ب 13000 ونص. طب تعالى ايه ندخل بال 13000 ونص. شايف انت كل الخطوات اللي انت عملتها تفضل زي ما هي، وانس ان انت وصلت عند النقطه دي، هي الحاجه الوحيده اللي اتغير الام ريزيلينت، هنا ب 10000 هنا 20000، 13000 ونص دي اللي هي تقريبا هنا، هتروح ممشي خط كده يخبط ايه في النقطة دي ويكمل، وبعد كده يروح داخل كده ويروح نازل يجيب الرقم، تمام؟ وليكن مثلا الرقم ده طالع بتلاتة ونص أو حاجة زي كده، تمام؟ يبقى ده أنا كده جبت structure number 2. هتلاقي إن أنا هنا جبت ايه؟ structure number 2 3.7. once إنك جبت structure number 2 و E1 G1 M1 زائد E2 M2 D2، كل حاجة معايا ما عدا D2، جبت D2 وقارنتها بالمينيموم اللي هو ايه؟ ب 6 انش، فخلاص انا اكبر من المينيموم. طب بعد كده الام ريزيلينت، عشان بعد كده عشان تجيب ستراكشر نمبر، دي المفروض ستراكشر نمبر 3، عشان تجيب ستراكشر نمبر 3 استخدمت الام ريزيلينت بتاعت ايه؟ السب جريد. طب بتاعت السب جريد دي جبتها منين؟ اللي هي ضربت ايه؟ عن طريق السي بي ار ان اقل من 10، فقلت 1500 في السبعه اللي هي موجوده عندي، جبت ايه؟ جبت السي بي ار، جبت الام ريزيلينت اللي هي ب 10500، جبت ستراكشر نمبر 3 معاك كل حاجه تقدر تجيب ايه؟ الدي 3 اللي هي الرقم ده. جميل،
هنا بتكلم عن الكالكوليشن بتاع الايكوفالنت سنجل اكسل لود. قال لك ايه؟ قال لك ان انت عشان تحسب الايكوفالنت سنجل اكسل لود، لو تلاحظ في الاكزامبل اللي فات ده انا كان معايا الايكوفالنت سنجل اكسل لود، هو محول لي الاحمال اللي ماشيه كلها للحمل القياسي اللي هو ب 18 كيبس. طب افرض ان هو مش محولها لي او مش مديني ايكوفالنت سنجل اكسل لود، انا محتاج احسبه. قال لك ده بيساوي الافريج ديلي ترافيك تايمز التي. اول حاجه دي الافريج ديلي ترافيك، عدد الفيكلز اللي هتمر بير دي، دي المفروض دي بتكون جيفن، تايمز التي برسنتج، دي البرسنتج اوف تراك، دي برضه هتكون جيفن، تايمز التراك فاكتور، ده فاكتور بتاع ايه؟ وجود تراكس من باسنجر كارز. بعد كده في حاجه اسمها دي، دي ده اللي هو ايه؟ ترافيك ديستريبيوشن، ديستريبيوشن على الدايركشن اللي انا فيه او على اللين اللي انا بصمم عليها، فده باخدها بنص لو نوت جيفن. ده كان عندنا حاجه اسمها ال، ال ده اللي هو اللين فاكتور، دي باخدها بواحد لو النمبر اوف لينز اتنين للدايركشن، باخدها بوينت 9 لو النمبر اوف لينز 3 او اكتر ليه للدايركشن. بعد كده عندنا اخر حاجه، عندنا حاجه اسمها جروس فاكتور. ايه جروس فاكتور؟ اللي هو جي. الجروس فاكتور ده بجيبه من تيبل. طب بجيبه من تيبل ازاي؟ انا بديك حاجه اسمها جروس ريت برسنتج، وبديك حاجه اسمها نمبر اوف ديزاين ييرز، بقول لك مثلا احنا عايزين نصمم الطريق ده بعد 25 سنه، فبناء على الان اللي معاك والبرسنت والار اللي هو الجروس ريت اللي موجود معاك، هتدخل الجدول هتجيب الجي. الجي دوت ايه؟ اللي هو ايه؟ جروس ايه؟ ريت. ده الجدول اللي هنجيب منه الانوال جروس ريت، بيبقى معاك البرسنتج بتاع الار وليكن هي 5%، ده الجروس ريت بتاع كل سنه، ومعاك الديزاين ييرز وليكن 25 سنه، هتجيب الرقم بتاع الجي اللي هو 33.06. تعال ناخد اكزامبلز ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لك ذا ترافيك اون ذا ديزاين لين اوف ا بروبوزد 5 لين هاي واي، ان انت عندك طريق والطريق ده هو ايه؟ 5 لينز اوف ا بروبوزد 5 لين هاي واي كونسيست اوف 20% تراكس، البرسنتج بتاع التراكس 20%. في ذا كلاسيفيكيشن ستاديز have shown that the track factor can be taken as 0.25 والتراك فاكتور بيبقى 0.25 والجروس ريت ب 4% والديزاين ييرز 25 سنه. عايزك تطلع الايكوفالنت سنجل اكسل نود لود باي نوينج ذات الافرج انوال ديلي ترافيك او الانوال ديلي ترافيك ديت بتكون 1000 فيكل بير ايه؟ فيكل بير دي، واللين فاكتور ب 0.8. الايكوفالنت سنجل اكسل نود هو الافرج ديلي الانوال ديلي ترافيك او الافرج ديلي ترافيك تايمز التي برسنتج تايم برسنتج بتاع التراكس تايمز التراك فاكتور تايمز الدي دايركشنال ديستريبيوشن تايمز ال اللي هو اللين لين فاكتور تايمز 365 تايمز جي. الانوال ديلي ترافيك ومدولك ب 1000، البرسنتج بتاع التراكس وهنا بيقول لك في 20% منهم تراكس، بيقول لك التراك فاكتور ومدولك ب 0.25، ال دي مش مدالك جيفن فبناخدها بنص، ال ال اللي هو الايه اللين فاكتور وهنا مدولك ب 0.8، خدت ب 0.8 في 365 يوم. الجي هنا بيقول لك عايز يصممها بعد 25 سنه، وبيقول لك هنا ان الجروس ريت ب 4%. تعال ندخل على الجدول ندخل على الجدول نجيب منه الكلام ده. ده ب 4% مع ال 25 مع ال 4% هيديك الرقم ده 41 ايه 0.65، يبقى الرقم ده المفروض يكون 41 ايه 0.65، ده المفروض ايه يتعد. تمام، الكلام ده هتضربوه في بعض هيديك ايه توتال ايكوفالنت سنجل اكسيال. بعدين بروبلم 3 هنا بيتكلم بيقول لك ايه ديترماين ذا اكسبكتد توتال ايكوفالنت سنجل اكسيال لود اوفر ذا نيكست 25 ييرز اف ذا ديلي اكسل لود ار سنجل اكسلز، يبقى انت ما عندكش سنجل اكسلز with frequency of 600 و250 و150، ده number of load repetition ب 600 الاكسل هيعدي 600 و250 مره و150 ايه اكسل، والويت بتاع الاكسل هيعدي 600 مره ده 12، والويت بتاع الاكسل هيعدي 250 18، والويت بتاع الاكسل الثالث ده 20 ايه كبس. بيقول لك assume the traffic growth rate ب 4% وعندك يبقى انت هنا 4 lane اي هاي واي براحة كده. تعال نحسب الـ equivalent single axle load. مبدئيا انت الـ structure number مش معاك، فانا فرضت الـ structure number ايه بنفرضه دايما ايه بـ 5. تعال هنا اول حاجة ندخل بالـ 5، اول axle load هو بـ 12 كبس، فدخلت بالـ 12 كبس جبت الـ ايه الـ equivalent factor طلع بـ 0.185. بعد كده ادخل بالـ 18 كبس، الـ 18 دي كلها وحدات جبت بـ 1،
بعد كده ال 20 كبس طلع لي 1.51. خلاص كده انا جبت ايه في الدي الايكوفلنت فاكتور. تعال نحسب الافريج انوال ديلي ترافيك. هو عندي ال 12 كبس ده اللي هو الايكوفلنت فاكتور بتاعه بالرقم ده هيمشي كام؟ 600 مره، زائد ال 18 كبس ده اللي هو الايكوفلنت فاكتور بتاعه بواحد هيمشي 250 مره، زائد تالت واحد اللي هو ال 20 كبس الايكوفلنت فاكتور بتاعه ب 1.51 هيمشي 150 مره. ضربت ده زائد ده زائد ده هيديكي 589.9. ده ايه؟ 18 كبس ايكوفلنت سنجل اكسل، وده يعني ايه؟ يعني 500 يعتبر 590 العدد العربيات اللي هتمشي، 590 محور قياسي لقيمته 18 كبس. طب خلاص تعالى نحسب الايكوفلنت سنجل اكسل لود. هو الايه؟ الانوال ديلي ترافيك في التراك برسنتج، في التراك فاكتور، في الدي، في ال، في كل الكلام ده. الانوال ديلي ترافيك هو ده جبته. التراك برسنتج مش جايب لي سيره التراكس، فخدته بواحد. التراك فاكتور خدته بواحد برضه مش جايب لي سيره، الدي بنص عشان هو مش مداري فايه بنفرضها بنص. ال ال هو هنا بيقول لك ان انت ايه فور لينز. طب عدد العدد يعني اذا عدد اللينز هو اكتر من 3، فخدت الايه فاكتور بتاعه ب 0.9. دي كنت قايلها في الاول في 365. الجي ده هنا بيقول لك هتصمم بعد قد ايه. لو تلاحظ هنا كان قايل لك، كان قايل لك ان انت بعد 25 سنه والجروس ريت ب 4%. طب تعالى ندخل على التشارت نجيبها. بعد كام؟ بعد 25 سنة والجروس ريت ايه ب 4%، 25 و 4% يديك 41.65. طب تعالى ناخدها ب 41.65، الكلام ده ضربته في بعض حسبت ايه التوتال ايكوفلنت سنجل اكسل لود، ودوت ايه 18 كبس اللي هو المحور القياسي. جميل. طب تعالى ايه ناخد ايه اكزامبل تاني. بروبلم 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اكسل ويت ستادي فور اسامبل. هو عامل زي ستادي واخد سامبل من عباره عن 100 تراكس. وان ا سيكشن اوف ا تو لين ميجر كوليكتور رولر هاي واي از جيفن ان ذا تيبل كيو 2 ذا افريج انوال ديلي ترافيك، عدد العربيات 3000 فيكل بير داي بوث دايركشنز، البرسنتج بتاع التراك 20%، والانوال جروس ريت ب 5%، ديترماين ذا اكسبكتد توتال ايكوفلنت سنجل اكسل لود اوفر ذا نيكست 20 ييرز. بالراحه كده هو واخد ستادي، ستادي عباره عن 100 تراكس. الستادي دي كالتالي، كل جروب ليه ويت، والنمبر اوف اكسلز هو عباره عن عنده عن 100 تراكس. التراكس دي في منها سنجل وفي منها ايه تاندم. اول حاجه الويت جروب اللي اقل من 7 دوت اللي هو عباره عن ايه سنجل اكسل، اللي في جروبس اللي وزنها اقل من 7 كبس 15 سنجل اكسل وزنهم اقل من 7، وجروب اللي من 7 ل 10 55 سنجل اكسل، ومن 9 ل 19 هو عباره عن 90 سنجل اكسل و28 تاندم، اللي من 19 ل 25 هو عباره عن 42 سنجل و35 تاندم، ومن كذا مديك ما بين كل 2 ويتس مديك السنجل اكسل قد ايه والتاندم اكسل قد ايه من 100 عربيه. بالراحه كده هو بيقول لك عايز يحسب الايكوفلنت سنجل اكسل لود على ايه؟ على 20 سنه الجايين. بالراحه كده هنحلها كجدول الجروب ويتس حطيتها زي ما هي. خد بالك بس من حاجه انا عاملها، ايه هي؟ النمبر اوف اكسلز بير ايه 100 تراكس. السبعه هي ب 15 اكسل ودول سنجل، ال 55 من 7 ل 9 ب 55 وسنجل، من 9 ل 19 ب 90 وسنجل، من 19 ل 42 وسنجل. بص هتلاقي ان انا عيد من 19 ل من 9 ل 19 تاني. ليه؟ لان من 9 ل 19 هنا لو جيت في الجدول هتلاقي ان ليها رقم في السنجل ورقم في الايه تاندم، ومن 19 ل 25 ليها رقم في السنجل ورقم في التاندم. فخلاص حطيت من 9 ل 19 بتاع السنجل ومن 9 ل 19 بتاع التاندم، قيمته كام؟ 28 من جدول. ادي من 9 ل 19 والتاندم 28، بعد كده من 19 ل 25 ب 35، وحطيت الارقام زي ما هي وكتبت ان هي تاندم. بعد كده اللود بقى الايكوفلنت، بص ده جروب، فكل جروب ده هناخد له افريج، بمعنى ان انا هحسب الايكوفلنت فاكتور على انهي لود من دول. هل احسب على السبعه كيبس ولا احسب على ايه؟ قال لك لا احنا هناخد السبعه بلس زيرو على الاثنين، هنعملها افريج، هتديك كام؟ 3.5 صح؟ 3.5 ايه؟ كيبس، اللي هي تقريبا باربعه كيبس. بقربها لان انا مفيش حاجه اسمها 3.5، اربعه كيبس دي اللي هي ايه؟ 4000 باوند. فقلت ايه؟ هاخد عند 4000 باوند لاول جروب. طب من 7 ل 9 خلاص هناخد 7 زائد 9 على 2،
سبعة وتسعة على الاتنين هتديك 16، على الاتنين 16 على الاتنين فيها 8، يعني دي 8 كبس، 8 كبس اللي هم ايه 8000 باوند. طب من 9 ل 19 هاخد 9 زائد 19 واقسمها على الاتنين هيديك ايه 14، 14 ودي كبس لو ضربتها في 1000 تتحول ايه تبقى باوند، فايه فادتني 14000، وهكذا لحد ما جبت ايه اللود اللي هيربريزنت الجروب كله. خلاص طب انا جبت اللود اللي ريبريزنت الجروب كله، تعال نجيب الايكوفالنت فاكتور. انت عندك هنا اللود بكام؟ ب 4 كبس اللي هم 4000 باوند. جميل، تعال ندخل على الجدول نجيب الرقم. دلوقتي 4 كبس والستراكشر نمبر انا فرضته بخمسه، دايما ايه بنفرضه بخمسه طبعا مش جيفن، فاداني 0.002. خلاص هاجي عندي هنا احط 0.002 ونكمل لكل واحدة من دول، يعني هنا ده 14، 14 تعالى نجيب لها الايكوفلنت فاكتور، ال 14 مع الخمسة ادتني 0.36، جيت هنا كتبت ايه 14 0.36. طب ده خلصنا السنجل، تعالى ندخل على التندم. التندم هنا ب 14000، نجيب الجدول بتاع التندم اللي هو اللي كان في الأول، هتدخل على ال 14000، الجدول بتاع التندم ده اللي هو ايه بدل ما هنا مكتوب سنجل اكسل كان مكتوب تندم. خلاص هتدخل وتجيب الايكوفالنت فاكتور كل واحده. طب جبت الايكوفالنت فاكتور، خلاص بنحسب حاجه اسمها توتال ايكوفالنت فاكتور، هتضرب كل ايكوفالنت فاكتور في دول هتضربه في الايه في النمبر اوف اكسلز، ده في النمبر اوف اكسلز وده في النمبر اوف اكسلز وده في النمبر اوف اكسل، ادانا ايه ادانا كل ايه توتال ايكوفالنت ايه فاكتور جبتها فيهم كلهم. بعد كده اعمل لها سبميشن، وانس ان عملت لها سبميشن تمام خلاص عملنا لها سبميشن، تعال نحسب بقى الايكوفالنت سنجل اكسل. قال لك ايه؟ قال لك الايكوفالنت سنجل اكسل هو الايه؟ انوال ديلي ترافيك في التراك برسنتج في التراك فاكتور في الدي في ال في 365 في جي. الانوال ديلي ترافيك معاك ب 3000، التراك فاكتور معاك ب 20% هو مدولك، التراك فاكتور هل ده معايا؟ لا انا ما معيش التراك فاكتور بتاع تراك واحده، انا معايا بتاع 100 تراكس، فخلاص قلت التراك فاكتور هيساوي السبمشن بتاع الايكوفالنت فاكتور كله اللي انت جبته اللي هو 100 ايه؟ ب 158.1 اللي هو ده. هاخد الرقم ده كله، ده بتاع ال 100 تراكس كاملين صح؟ هنقسمه على 100 هيديني تراك بايه فاكتور بتاع التراك الواحد. خلاص اعوض بالرقم. الدي بنص عشان مش جيفن، ال ال هنا خدتها بواحد، طب ليه خدتها بواحد؟ لان هو بيقول لك تو لينز، احنا قلنا لو تو لينز بناخدها ايه؟ هو كان مديك في السؤال ان انت تو لينز بير دايركشن، فطالما تو لينز بناخدها بواحد، لو اكتر من تو او اكتر من تو او 3 لينز بناخدها بكام؟ بناخدها ب 0.9 في 365 في الجي. طب الجي دي جبتها منين؟ من نفس القصه، الجي هنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنصمم لنكست 20 ييرز والجرو وال 5% جروس ريت، تعالى ندخل ب 5% جروس ريت تمام، و20 سنه هيديك 33.06، فانا خدتها هنا خدتها هنا ب 33.06، ضربت الكلام ده في بعضه اداني رقم ده ايه 18 كبس ايكوفلنت سنجل ايه اكسل. وشكرا جدا لسماعكم.